الخير دايم، وصباح الخير ايضا لكل من يتابعنا، لكل من يشاهدنا مشاهدينا الكرام من داخل السلطنه او خارجها، او من يتابعنا ويستمع لنا عبر الاثير عبر التردد 106.5 اينما كانت وجهاتكم. نتمنى لكم دروب السلامه والسهاله. مباشره ننتقل هذه المره من استوديو برنامجنا من متنزه القرم الطبيعي بمحافظه مسقط، ننتقل الى ولايه ضنك بمحافظه الظاهره، حيث الزميل من هناك محمد بن سعيد العلوي ينقل لنا تفاصيل موضوع مكتبه فدا الثقافيه الاهليه، احدى صروح المعرفه من هناك. صباحات الخير المشرقه لك يا محمد، واليك الكلمه وما فيها ايضا من تفاصيل. صباح النور اخي سيف حوراء، اعزائي المشاهدين نحييكم، شكرا لكم من بلده فدا بولايه طنك، وبالتحديد من مكتبه فدا الثقافيه الاهليه. هذا الصرح نعم الذي تم انشاؤه في عام 1983 على طبعا يد مجموعه من الشباب في ذلك الوقت، حرصوا على ايضا على انشاء هذه المكتبه. سنتعرف على تفاصيل هذه المكتبه اخي سيف من خلال ضيفنا الاستاذ ناصر بن علي بن مسعود الزيدي، مشرف هذه المكتبه. نرحب بك استاذ ناصر وصباح الخير في برنامج قهوه الصباح. وهذا الصرح طبعا وهذه المكتبه الرائعه التي ما زالت عامره، اكثر من 5000 كتاب متنوع، تحدث عن فكره انشاء هذه المكتبه. بدايه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين صلى الله عليه وسلم. اشكركم على هذه الاستضافه، واشكر يعني القائمين على برنامج قهوه الصباح. وهذه المكتبة تعتبر من أقدم المكتبات في هذه الولاية، في ولاية ضنك، وقامت بجهود يعني فكرة إنشائها هذه المكتبة. كنا نحن طلاب، كل واحد منا نتبادل فيما بين الكتب والمجلات والجرائد، فقلنا في أنفسنا لماذا لا نجعل مكان يعني خاص لهذه الكتب نستطيع أن نصل إليه، فقمنا بإنشاء هذه المكتبة منذ عام 1983. ما شاء الله، يعني عمر طيب، وأيضا أنواع الكتب اللي موجودة، كيف تحصلوا على الكتب أستاذ ناصر؟ ما شاء الله كتب 5000 كتاب وعناوين متنوعة، كيف تم توفيرها والحصول على هذه الكتب؟ الحمد لله رب العالمين، هذه الكتب متوفرة طبعا في هذه المكتبة، أكثر من 5000 كتاب. نعم. متنوعة بين الفقهية، الكتب الفقهية واللغة العربية والآداب وما يخص الطفل والمرأة. نعم. وما يخص التاريخ العماني. ما شاء الله. ويعني هذه الكتب نرفدها من خلال التبرعات بهذه الكتب، ومن خلال المعارض الدولية، سواء كانت معرض الكتاب في مسقط أو معرض الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة. نعم. كذلك يعني يتم رفض هذه الكتب عن طريق وزارة التراث والثقافة سابقا ووزارة التراث والسياحة حاليا بجميع المجلدات والكتب الفقهية والأعلام العمانيين. نعم. الذين أسهموا لهم باع طويل في مجالات مختلفة من الثقافة والعلم والبحار وغيرها، هذه المجموعة من الكتب تصلنا من وزارة التراث والثقافة جزاهم الله خيرا، باعتبار أنها طبعا تحت مظلة وزارة التراث والسياحة. نعم، هذه المكتبة تحت مظلة وزارة التراث والثقافة. نعم. نعم. دور المكتبة طبعا وما تقدمه لطلاب العلم للمجتمع، رسالة المكتبة أيضا أستاذ ناصر. دور المكتبة دور يعني كبير جدا جدا، دورها دور ثقافي ودور اجتماعي. الثقافي من خلال المسابقات الثقافية المستمرة، كذلك إحياء المناسبات الدينية والوطنية من خلال المسرحيات، من خلال المسابقات، من خلال الأمسيات. وكانت أيضا يعني مركز للطلاب في اختيار بحوثهم وتقاريرهم، بحيث أن يأتي الطالب أو الباحث أو أي إنسان آخر يريد أن يأخذ المعلومة يأتي إلى المكتبة ويحصل مبتغاه في هذه المكتبة. كذلك المكتبة يعني ساهمت بدور كبير في رفع مستوى الطلاب القرائي، وكانت من ضمن المراكز التي اختيرت في مركز السلطان قابوس علي للثقافة والعلوم، كان من ضمن المراكز. فمنذ الدورة الخامسة اشتركت المكتبة
في هذه المسابقة، مسابقة اقرأ للناشئة الذي ينظمها معهد السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. فأول مشاركتنا كانت النتيجة مبهرة ما شاء الله، حصلنا على يعني الثمانية الأوائل في مستوى السلطنة. على مستوى السلطنة حصلنا على المركز الأول ما شاء الله، وعلى مستوى المبدعين حصلنا على المركز الأول في الدورة الخامسة التي اشتركت فيها هذه المكتبة يعني في هذا المجال، مسابقة اقرأ للناشئة. وما زال دور المكتبة والحمد لله رب العالمين قائم بجهود الأخوة جزاهم الله خير وجهود المتابعين ورواد المكتبة والداعمين. في ظل هذه الجائحة طبعا كيف تفعلون دور المكتبة؟ في ظل هذه الجائحة يعني أصبح تفعيل المكتبة يعني المباشر قليل جدا، لكن احنا عندنا يعني ملتقى أسبوعي عن طريق يعني غير مباشر، عن طريق عن بعد. فكل أسبوع الآن الدرس هذا مستمر من بعد صلاة العصر، والطلاب يتلقوا دروسهم في مجال القرآن الكريم وتجويده. إذن ختاما شكرا للأستاذ ناصر بن علي بن مسعود الزيدي مشرف المكتبة على هذا الإيضاح. عودة لكم أخي سيف حوراء أعزائي المشاهدين، جزاكم الله طبعا، ونلقاكم بعون الله تعالى في محطات إلى الملتقى بإذن الله تعالى. إذن شكرا للزميل محمد بن سعيد العلوي، كنت معنا من ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، شكرا لك وشكرا أيضا لضيفك الكريم وشكرا أيضا لطاقم العمل المميز معك. مشاهدي الكرام مستمرين متواصلين معكم في برنامجنا وفي هذا المشوار الصباحي الجميل إلى فاصل قصير، بعده مباشرة إلى مسك الختام ومع الموسيقى والنغم، فخلوكم معنا.